مرحبا بكم جميعا حبيبات الغاليات في مطبخ دليلة ديزاد. وصفتنا لنهار اليوم مطلوع الكوشة بدون دلك خفيف قطني سهل للتحضير. ابقوا معي حتى آخر الفيديو، ما تنسوش تشجعوني بلايكات والبرتاج وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم حبيبات الغاليات، كي راكم؟ ان شاء الله نلقاكم بخير بصحة جيدة ان شاء الله. واش راكم مع هذا رمضان مع هاد السخانة؟ ان شاء الله نلقاكم بخير. اليوم جبت لكم الخبز الدار ولا خبز الكوشه، طريقه سهله واش فيها المكونات تاعنا وطريقه التحضير. عندي كيلو تاع فرينه انا درت بسيم، عندي مغرفه تاع العشاء تاع سكر حبيبات، عندي مغرفه العشاء ونص تاع الخميره تاع الخبز، عندي مغرفه تاع قهوه حليب تاع الملح والساندويتش هذا اختياري، تحبوا تزيدوا تحبوا ما تزيدوش. وعندنا هنا الماء دافئ ونقولكم شحال الدالي. بسم الله نبداو نديرو هكا، يعني سيرت هاد الفرينة تاعي، ندير سكر ونزيد هاديك الخميرة تاع الخبز، وفي الطرف هنايا دكوتي ندير، نتوما تقدروا ديروا حتى المغرفة تاع العشاء ممسوحة تاع الملح، انا حندير يعني توجو حنا مسوس ناكلو شوية. هنا عندي قسم غرفة، بسم الله بسم الله على بركة الله، قسم غرفة تاع قهوة حليب تاع الملح، هاي نديرها تكوتي، بسم الله. هنايا درت الماء دافئ، نبدا دوكا نحل قبل هذيك الخميرة مع هذاك السكر. هنا هذا يعني هاد الخبز ما يسحقش يعني تدلكو، كاين واحد الطريقة سهلة، نحلو قبل مليح هذيك الخميرة هكذا ماشي بالقيس، المهم برك تفتحوها، ونزيد الماء ونبدا نخلط. ندير لكم هكا شوية باش تشوفوا مليح، يعني هاد الخبز تاع الباسينة ساهل، علاش نديرو في الباسينة؟ باش يجينا ساهل كي نخبطوه، ماشي كيما تاع الجفنة، مهما يكون تجينينا شوية، هذا باش يطلع هادو لي كوتي تاع الباسينة يجيكم ساهل كي ديرولو هكدا، يعني تشوفو معايا مراحل من بعد. شوفوا كيفاش راني نطم، راني نطم ونعصر باش تخلط لي بالخف هذوك المكونات هذيك الفرينه مع الماء، يجيني ساهل في التخلاط تاعهم. شوفوا كيفاش تجيكم لاباط، تجيكم كلي شويه جايه هاكو، شتو شوفوا كيفاش تهبط. هنا بعد ما خمر لي نص ساعه، شوفوا خليوه هكا يعني ضعف لكم الحاجه تاعو، هذه خطوه مهمه. انا يا شحال داني الماء، داني قيس 800 غرام تاع الماء. دوكا ندي غاز نحي هاد الساشي، ديرو كيما راني ندير هكا انايا، هاذي تعصرو تاع هاديك العجينه، بعد نعاودو نرجعو. ودوكا هنايا حنزيد الساندويتش، قيس هكاك مغرفه تاع لا تاي ولا قهوة حليب هكذا شوية برك منكثروش منو، دوكا كيفاش ندير؟
نخبطوا شويه. هذه المرحله الاولى، هذه الثانيه. غادي نوريكم الخطوات، كاين اللي ما يعرفوش. هذه الثالثه، هذه الرابعه. هذيك هذه الرابعه نخليه ثاني يخمر مده نص ساعه ونولي لعندكم بعد 30 دقيقه، يعني نص ساعه. شوفوا خمرت لي لاطات تاعي، يعني وجدت سنيوات تاع هذا تاع بيتزا. قلت لهم هذا بابي كويسون من تحت، يعني قلت لكم هذا الخبز ساهل ماهل بلا ما ترفدوا كيخمر ومن بعد يديكازي لكم. خليوه يخمر هنايا وطيبوه في الفرن باش نقول لكم ولا اروع. هاني نحط شويه زيت في الماء ونحي كاع هذيك الزياده تاع العجينه، وندير يديا هكدا في الماء، هاديك في الماء دافئ، ديكازي لاباط وجدت هنايا شويه سميد رقيق. دوك ندير يديا في الماء مزال باش ما تلاصقليش هذيك لاباط. شوفوا كيفاش راني ندير، هاهيك نجمع كاع هكا ونحطها في السميد. نحيد لكم هذه باش تشوفوا مليح. ندير هكا يديا في الماء ونجمع فوالا، وندير هكذا شويه تاع السميد. وهذيك من جمعناها نحطها من تحت ونحطها في هذا السنيوة تاعنا. نجيب هذيك الاولانيه اللي حطيتها نسبق فيها. دوك نبدا نبسط هكذا، مو راهي تبان لكم فوالا تخبيه. نزيد هكا شويه السميد، وين كي نشوف هاد التلاصق اللي في يديا ما نكثروش برك بزاف. شوف ما شاء الله بدا يدير من باب الكيراني نبسط فيه. هايليك قلت لكم هاد الخبز ساهل، دعوا لي بالخير وشجعوني برك باللايكات وديروا لي بارطاج. فوالا تشكل تلاصق، زدت شويه زي نزيد معاها كاع هكا كيما راني نخدم. راني نوري لكم نكمل الثانيه والثالثه. هنا بعد ما بسطتو دوك نخليه يخمر، نغطيه بطرشونه يعني ما يطولش. هنا بعد ما خمر لي شوفوا بعد 10 دقائق دوك نبدا نسبق في هاد الاولانيه اللي درت. هكدا حبيبات الغاليات اروحوا معايا نوري لكم كيفاش حنطيبو. هذا نغطيه ما نخليوهش هكاك فوالا، وهذه حنطيبوها كيف كيف. نروحوا للفرن تاعنا تشوفوا كيفاش حنطيبو. كيفاش حطيت السنيوات تاعي هايليك ماما يتبان لكم هايليك مقبيله، وانا شعلت لها صافي نص ساعه ملي حطيتها هاد السنيوه، وكشعلت شعلت من التحت ومن الفوق. هاد السنيوه توجو نخليوها هنايا، وهاد المطلوعه تاعي نديرها بهذيك اللي طيبوا بهم بيتزا بلا ما نخسر الخبزه تاعي. هايليك بسم الله على بركه الله. واني شعلت الفرن تاعي انا هذا تاع تريسيتي مورفين تعودوا عليه تشوفوا اللي كنت نطيب فيه. انا شعلت له من التحت وزدت له من الفوق، ما درتلوش فونتيلي، وشعلت له على 250 درجه. هايليك عاود نفتح الفرن تاعي وندور بيدي الاخرى، ندور هذيك السنيوه كي نشوفو هكا تنفخ لي شويه. فوالا فوالا
هنا شوفوا حبيبات الغاليات، بعد ما نحيتها شوفوا طابت لي من الفوق، شوفوا ما شاء الله. دوك حنقلبها، انا حطيتها لكم هنا باش تشوفوها، باسكو من تحت ما طابتليش مليح، مازالها راهي بيضه. فوالا نعاود نرجعها للفرن، تزيد تحمر لي منا ونحيها، ونزيد الدوزيام والطروازيام نحيهم كيما اللي درنا هادو هكذا. وليك حبيبات الغاليات، الخبز تاعنا خبز الدار او خبز الكوشة بدون درك، خفيف كي القطن، سهل للتحضير، يعني ما من المبتدئات يقدروا يطيبوه بلا ما يتعوج لهم. شوفوا كيفاه جاني ما شاء الله، شوفوا خفيف كي القطن، الله يبارك من يديكم يا الفحلات. واش نقول لكم، هذا تقدروا تاكلوا به الشريبه ولا تغمسوا به الحميس، الله الله جاتو لا راحه. ياي واش نقول لكم، دوك نقسم لكم الحبه باش تشوفوا كيف كان من الداخل. بسم الله، شوفوا حبيبات الغاليات كيفاه جاني قطني ما شاء الله. واش نقول لكم من يديكم يا الفحلات، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم شجعوني بلايكات وديروا لي البارطاج، انا ماذا بيا تشجعوني بزاف هكذا باش نزيد نمد لكم الوصفات. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تهلاو في روحكم وصحه فطوركم. سلام.